المنتدى في الواقع فكرة تعود إلى سنة 2010 تقريبا 2009، خاصة مع تنامي الحركات الاجتماعية والاحتجاجية في تونس في السنوات الأخيرة للاستبداد، خاصة بعد الحوض المنجمي. فكانت هناك فكرة أنه نشكل إطار ربما لتقريب وجهات النظر وتقريب آليات العمل والتضامن بين الحركات الاحتجاجية والاجتماعية في تلك الفترة. ففي البدايات كانت العمل في إطار لجان تشكل بشكل مؤقت لمساندة الحركات الاحتجاجية في عمال النسيج في الساحل، الحوض المنجمي، الحركة الطلابية، أصحاب الشهادات المعطلين على العمل، بعض التحركات المحلية في عديد الجهات المطالبة بالتنمية. لكن بعد 2011 أصبحت الفكرة قائمة الذات، وتم تأسيس المنتدى كجمعية تعمل في إطار القانون بعد تعديل القوانين الجائرة اللي كانت موجودة سابقا. وأصبحنا منذ 2011 موجودين على الساحة المدنية والحقوقية التونسية، ولعبنا دور في تقريب الحركات الاجتماعية وفي التعامل معها وفي تمكينها من أدوات عمل ومن أدوات تحرك ومن مقروئية ولا ربما حتى من حضور إعلامي وميداني. وساهمنا كذلك في تنظيم المنتدى الاجتماعي العالمي الأول في 2013، ثم المنتدى الاجتماعي الثاني في 2015.